ارحب بحضراتكم مرة تانية. أيام قليلة بتفصلنا عن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، نصر السادس من أكتوبر عام 1973 اللي بيعتبر صورة حية لتلاحم الدول العربية في مواجهة العدو. الحقيقة كانت مواقف الدول العربية واضحة جدا في حرب أكتوبر، سواء كان في النواحي العسكرية أو حتى الاقتصادية. ده حقيقة جوانا، كان في دعم عربي واضح لمصر خلال حرب أكتوبر، هنتعرف عليه من خلال ضيفنا الكريم في الاستوديو سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وكمان واحد من المشاركين في حرب أكتوبر كمقاتل. صباح الخير سعادة السفير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. يعني سعادة السفير، في البداية حضرتك كنت أحد المقاتلين في حرب أكتوبر وكنت موجود على الحدود في أكتوبر 73 تحديدا. عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل ما تتذكره عن هذا اليوم ودعم الدول العربية لمصر في حرب أكتوبر. يعني صراحة هو إحنا يوم 6 أكتوبر القادم بنحتفل ليس في مصر فقط، لكن مصر وسوريا والعالم العربي شرقا وغربا بمرور نصف قرن على يوم من أجمل وأغلى الأيام في تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية، يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 73. لكن عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نعود بذاكرتنا إلى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والضفة الغربية وغزة ولبنان في يونيو 67، والتفاف الدول العربية في ذلك الوقت في قمة الخرطوم في أغسطس 67 التي تعرف بقمة اللقاءات الثلاثة، والتي قدمت كل الدعم السياسي والمادي والاقتصادي لدول المواجهة، ومصر كانت من دول طبعا المواجهة. ده تزامن هذا الدعم العربي كان له هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو دعم مصر في جهودها لإعادة بناء قواتها المسلحة، والهدف الثاني هو تعويض مصر عن فقدان دخلها من قناة السويس. والدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية والكويت هم كانوا أكبر الدول في ذلك الوقت التي قدمت الدعم المادي والمعنوي والسياسي لمصر في إعادة بناء القوات المسلحة. وفي هذا السياق اسمحوا لي أشير إلى الموقف القومي اللي اتخذه الرئيس الجزائري الأسبق الرئيس هواري بومدين بعد عدوان 67. سافر إلى موسكو واجتمع مع ليونيد بريجنيف سكرتير عام الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي سابقا، وقال له وقدم له شيك وقال له احنا مستعدين، العالم العربي او الجزائر مستعدة تدفع ما يطلبه الاتحاد السوفيتي سابقا لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية. كذلك وقفت الدول العربية معنا في حرب الاستنزاف. برضو أحب أقول للأجيال اللي ما عصرتش هذه الفترة إن حرب أكتوبر لم تأتي من الفراغ. حرب أكتوبر سبقها طبعا إعادة بناء القوات المسلحة، المجهود الحربي، وحرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف عندما نتحدث عن حرب أكتوبر من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية يجب دائما أن نأخذ في الاعتبار حرب الاستنزاف، وليس فقط حرب الاستنزاف وإنما بناء حائط الصواريخ سام 6، صواريخ أرض جو اللي في ذلك الوقت كانت أحدث صواريخ أرض جو موجودة في العالم. فعندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار. نأتي للحرب. حرب حضرتك دي كانت حرب أولا مصر وسوريا. صحيح. يعني عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن دي كان حرب مشتركة بين مصر وسوريا. وأول شيء. تاني شيء أنه العالم العربي كله شارك فيها. يعني أتذكر أنه كان في كتيبة كويتية، كان في جنود وضباط سعوديين، وكان في كتيبة سودانية. يعني شهدائنا
كان في إلى جانبهم شهداء عرب. كذلك الجزائر. الجزائر بعثت لنا بأكثر من 100 دبابة. ويعني أنا شخصيا شفت هذه الدبابات. يعني مش ريت أنا شفت هذه الدبابات. دبابات الجزائر بعثتها لنا قبل اتفاق وقف إطلاق النار اللي صدر في 22 أكتوبر 73 بموجب قرار مجلس الأمن 338. فالعالم العربي كله كان بيحارب في حرب أكتوبر. طبعا اقتحام قناة السويس تم بالجنود المصريين وكان معهم جنود عرب. واليوم عندما نستذكر هذه اللحظات الخالدة في تاريخ الأمة العربية وفي تاريخ مصر، يجب أن نحيي كل الدول العربية التي شاركتنا في تحقيق هذا الإنجاز العسكري الكبير، ألا وهو اقتحام مانع مائي. قناة السويس عسكريا بتعتبر مانع مائي، وفي هذا الإطار تعتبر من أكبر الموانع المائية اللي كان فيه جيوش يجب أن تعبرها. إحنا دايما إعلاميا بنقول العبور العبور العبور، لكن عسكريا الكلمة الدقيقة هي اقتحام. لماذا؟ عندما تتقدم في ثلاث خطوط تم اقتحام. عشان في ثلاث خطوط تم اقتحامهم. لا، هو المانع المائي والساتر الترابي وخط بارليف. هو ليه بنقول اقتحام بالنسبة للمانع المائي؟ لأن أما القوات، أي قوات بتتقدم وتواجه مانع مائي، إذا ما كانش في عدو على الضفة الأخرى من المانع المائي بنقول إن القوات بتعبر. لكن لما يكون العدو على الضفة الأخرى من هذا المانع المائي، فالقوات في هذه القوات التي تتقدم في هذه الحالة لا نقول إنها تعبر، نقول إنها بتقتحم المانع المائي. لماذا تقتحم؟ لأنها بتقتحم في اشتباك أمام نيران العدو. طبعا كنت أتمنى أن الفقرة تسمح أن احنا نشرح خط برلاف، لكن عموما أما اتبنى خط برلاف، رئيس أركان القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت قال أن ولا قنبلة ذرية صحيح تستطيع أن تهدم خط برلاف. احنا الحمد لله الجيش المصري جيش 73 نجح في اقتحام قناة السويس. يعني الاقتحام بدأ 2:30 يوم السبت 6 أكتوبر 73. على الساعة 7 مساء هذا اليوم الخالد في تاريخنا، كان في 5 فرق مصرية موجودة على الضفة الشرقية لقناة السويس. يعني صراحة اللي حصل يوم السبت 6 أكتوبر 73 ده إنجاز تاريخي طبعاً، ومعجزة تاريخية. بعد في أكتوبر 74 القوات المسلحة نظمت ندوة دولية عن حرب أكتوبر. ياريت الأجيال الجديدة اللي ما عصرتش هذه الفترة تطلع على ما قاله الخبراء العسكريين. الجيش المصري دعا خبراء من أمريكا ومن العرب ومن أوروبا ومن الاتحاد السوفيتي. أما يعني أنا أتذكر حضرت الندوة دي. أما يعني يا ريت يعاد نشر جزء من الأبحاث التي قدمت في ندوة أكتوبر 74 عن المعجزة التي تمت في 73. يعني أنا عشان الموضوع الحلقة هو مصر والعالم العربي، مصر انتصرت في حرب أكتوبر في إطار تضامن عربي صحيح. ولم يقتصر التضامن العربي على حرب أكتوبر فقط، لكن بعد حرب أكتوبر وكيف قادة المملكة العربية السعودية في ظل طبعا يعني فترة حكم فيها الراحل الكبير الملك فيصل الله يرحمه، الحظر البترولي للرد على التأييد السافر للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية ومنهم هولندا قدموه لإسرائيل سياسيا وعسكريا. أمريكا في 73 ابتداء من 9 أكتوبر، ابتداء من 9 أكتوبر 73 قدمت في ذلك الوقت قدمت 5 معدات عسكرية وأسلحة
كان ثمنها في ذلك الوقت 55 مليار دولار. 55 مليار دولار، جسر جوي وجسر بحري. لكن الحمد لله الجيش المصري في 73 حقق معجزة عسكرية، واليوم حضرتك احنا يجب ان 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 ان, أن يعني نعرب عن تقديرنا وعرفاننا اولا للقادة، اولا القادة العسكريين اللي اعادوا بناء القوات المسلحة، وعلى رأسهم الفريق اول محمد فوزي والشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الذي ذهب يوم 9 مارس 69 إلى الجبهة ليكون مع الضباط وصف الضباط والجيش، واستشهد في يوم 9 مارس. كل التحية لأرواحهم الطاهرة. ويمكن سعادة السفير على ذكر حضرتك لقصة دعم الجزائر تحديدا حتى لمصر ورئيس هواري بومدين، وقتها حتى كانت الفكرة أنه كان في تعنت من الاتحاد السوفيتي وتسليم الأسلحة لمصر إلا بعد دفع المبلغ كامل، وساعتها رئيس هواري بومدين تصرف حتى بدون أنه ما يرجع للرئيس أنور السادات، وكانت خلينا نقول بتصرف منه هو كان حابب أنه يساعد مصر وقتها، ويساعد أنه هو كان بالنسبة له أن أهم حاجة أنه مصر تقدر تنتصر في هذا الحرب لأنها رد كرامة للدول العربية أكملها. عايز أعرف من حضرتك كمان لو هنتكلم على دور العراق، العراق كان ليها دور كبير جدا أيضا في دعم مصر. بس اسمحي لي أعلق على حاجة. تفضل. طبعا دور الجزائر ما كانش مقصور على فترة اللي حكم فيها الرئيس سادات. طبعا دور الجزائر حضرتك كان بدأ في دعم مصر عسكريا وماديا ابتداء أو عقب العدوان الإسرائيلي على مصر فورا، ده كانت فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. دي أول حاجة. تاني شيء حضرتك قلتي الاتحاد السوفيتي ما كانش عايز يسلم أسلحة. لا، إحنا كيسنجر ذكر للرئيس السادات بعد في عند أول زيارة قام بها لمصر بعد حرب أكتوبر، قال للرئيس السادات، قال له الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للسلاح السوفيتي أن ينتصر على السلاح الأمريكي. لأنه عندما نتحدث عن حرب أكتوبر، حرب أكتوبر من وجهة نظر القوة الكبرى ده كان صراع بين القوى الكبرى. لماذا؟ صحيح. وأمريكا ما كانتش عايزة تنهزم مرة ثانية بعد وهي مهزومة في فيتنام نتيجة طبعا الدعم الصيني والسوفيتي لهوشيمين رئيس فيتنام في فيتنام الشمالية في ذلك الوقت. فطبعا أمريكا كانت في 73 لا تتحمل استراتيجيا في إطار المواجهة مع الاتحاد السوفيتي هزيمة أخرى في حرب أكتوبر، وإحنا دفعنا الثمن، إحنا دفعنا ثمن هذا. لكن عموما هواري بومدين والجزائر حضرتك، الاتحاد السوفيتي إحنا انتصرنا بالسلاح السوفيتي. صحيح. واقتحمنا قناة السويس بالاتحاد السوفيتي، وحائط الصواريخ، حائط الصواريخ سام 6، يعني لول حائط الصواريخ ده لعب دور كبير جدا 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 في حماية القوات المصرية يوم 6 أكتوبر 73 التي كانت تقتحم قناة السويس، لأنه حيد الطيران الإسرائيلي حتى 16 أو حتى 17 أكتوبر. يعني طبعا أنا مهما تكلمت على اللي حصل، لكن الوقائع التاريخية موجودة ومتسجلة. طبعا بعد كده حضرتك في كلام اتقال على دور الاتحاد، لا الاتحاد السوفيتي ادانا احدث سلاح احنا كان عندنا. طيب بالفعل الاسلحه وصلت. طب بالفعل الاسلحه وصلت، لكن هو كان في، يعني لا اريد ان ادخل في التفاصيل دي لان ليس لهذا مجال، كان في حضرتك يعني في فتره حكم الرئيس السادات كان في يعني التواصل مع الاتحاد السوفيتي لم يكن سلسا. فلكن احنا او الجيش المصري 73 كان عنده احدث اسلحه في العالم. ودي والاسلحه دي كلها كانت مصدرها الاتحاد السوفيتي، فلا ينبغي ان ننسى ابدا دون الاتحاد السوفيتي. حضرتك بعد كده بقى حصل كلام وحصل، بس ده مش صحيح، يعني كل الكلام اللي بيتقال غير صحيح عن الاتحاد السوفيتي كان متردد مش متردد. ايوه نعم، الرئيس سادات احنا كنا راح سافر مرتين الى موسكو وجلس مع القيادة السوفيتية بريجنيف بودغورني كوسيجن وشرح لهم، وهم لبوا، كان الرئيس سادات بيقدم مطالب
بقوائم أسلحة، قائمة متطلبة، وكانوا هم بيستجيبوا. يمكن كان القرار السوفيتي بطيء بعض الشيء، لكن عند الحرب الجيش المصري كان السلاح موجود، وكان 73 كان عنده كل الأسلحة اللي تمكنه من اقتحام قناة السويس، وإن هو يحطم خط برلاف في 6 ساعات. بس هنا عاوزين نتكلم برضو يا سعادة السفير على نقطة مهمة جدا، لأن كان السلاح موجود، كان السلاح موجود، لكن لو هنتكلم على سلاح زي سلاح الطيران، كانت كفاءة أو حداثة السلاح اللي موجود للطيران لا تضاهي الطيارة الفانتوم مثلا الإسرائيلية اللي كانت موجودة، وهنا كان الأمر يعتمد على كفاءة المقاتل المصري. بالمناسبة، بمناسبة ذكر الطيران، بس أحب يعني في إطار نتذكر شهدائنا، نتذكر النقيب طيار عاطف السادات شقيق الرئيس أنور السادات، محمد أنور السادات. كان من أول شهداء سلاح الطيران في 6 أكتوبر 73. سلاح الطيران المصري، وهنا يجب يعني طبعا نتذكر الدور اللي قام به الرئيس الراحل حسني مبارك لما كان مدير الكلية الجوية، صحيح، ثم كان هو قائد سلاح الطيران في حرب 73، فيجب أن نعترف ونعترف بالدور الكبير اللي قام به. حضرتك قلت طبعا أمريكا زودت الفانتوم اللي هي أساسا الأف 4 مقاتلة 4 من أحدث المقاتلات في الجيل الرابع، وإحنا كنا بنتعامل بجيل الأول، لكن هي زودت إسرائيل بالفانتوم ده خلال حرب الاستنزاف، لأن القوات المصرية خلال حرب الاستنزاف كبدت القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية من قناة السويس خسائر بشرية فادحة وخسائر في المعدات. فالولايات المتحدة الأمريكية لكسر الإرادة المصرية بدأت تزود إسرائيل بالفانتوم الأفور، لكن الحائط الصواريخ سام 6 أبطل مفعول الفانتوم خلال عملية الاقتحام، وحتى 17 أو 18 19 أكتوبر الطيران الإسرائيلي ما كانش قادر يقوم بتدمير أو بشن هجوم على القوات المصرية في الضفة الشرقية. لكن إحنا استطعنا بالتخطيط، إحنا حضرتك يوم السبت 6 أكتوبر 73 الساعة 2، من الساعة 2 ل 2:30 كان في حاجة اسمها التمهيد النيراني. التمهيد النيراني دوت كان بيعتمد على سلاح الطيران، سلاح الجو المصري بيدمر كل المواقع الخلفية لإسرائيل اللي هي قوات الاحتياطي بتاعهم في عمق سيناء، وفي نفس الوقت دوت خلال النص ساعة ديت سلاح المدفعية للجيش الثاني كان بقيادة المشير الله يرحمه محمد، كان ساعتها طبعا العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة، مدفعية الجيش الثاني ومدفعية الجيش الثالث ساعتها كان قائدها اللواء أركان حرب منير شاش. نص ساعة حوالي 2500 مدفع بيدمر خط بلاف. فحضرتك احنا استطعنا خلال النص ساعة دي سلاح الطيران من جانب وسلاح المدفعية للجيش الثاني والجيش الثالث من جانب آخر، ان احنا اولا نحيد الاحتياطي الإسرائيلي اللي متمركز خلف حائط برلاف، واستطعنا ان احنا ندمر النقاط الحصينة اللي كانت حضرتك على خط برلاف. وخط برلاف ما كانش بس نقاط حصينة، يعني ممكن نتكلم كتير، لكن عموما حضرتك الدرس اللي ممكن نطلع بيه من حرب أكتوبر ان النصر انتصار مصر وانتصار مصر في حرب اكتوبر ده كان جاء في اطار تضامن عربي ومساندة عربية سياسية وعسكرية ومالية ومعنوية، واستمرت هذه المساندة لانه العالم العربي في ذلك الوقت كان بينظر الى مصر ان مصر هي ضمير الأمة العربية، هي اللي بتدافع عن مصالح وحقوق الأمة العربية، هي اللي بتدافع
وهي حائط الصد أمام صحيح. التوسعية والعدوانية الإسرائيلية. صحيح. طيب سعادة السفير، زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل أنه حرب أكتوبر كانت على جبهتين، الجبهة المصرية وأيضا في سوريا. لو حضرتك تحدثنا أيضا عن الدعم على الجبهة السورية. العرب قدموا الدعم حضرتك لمصر طرفين. ولسوريا، والدعم اللي تقرر حضرتك في مؤتمر اللقاءات الثلاثة أو قمة اللقاءات الثلاثة، القمة العربية في أغسطس 67 في الخرطوم، حضرتك كان مصر وسوريا، ودوت اللي سمح لكل من مصر وسوريا إعادة بناء القوات المسلحة، أو تحديدا مصر إعادة بناء القوات المسلحة. تاريخيا الأمة العربية بتنتصر دائما في جميع حروبها ومعاركها بالاتحاد بين مصر وسوريا، والأمة العربية تاريخيا تخسر عندما يتم الوقيعة بين مصر وسوريا. صحيح. دوت أما نقرأ تاريخ الأمة العربية هنرى أن أحد ثوابت هذا التاريخ أو أحد ثوابت الاستراتيجية العربية هي التلاحم والاتحاد بين مصر وسوريا، أو الوحدة بين مصر وسوريا بأي شكل من الأشكال. ده أكبر درع وأكبر حصن. صحيح. يمكن عشان كده بيتخوف البعض من رجوع سوريا مرة تانية للمشهد السياسي بقوة ومقعد دائم في الجامعة العربية، لكن ده يعني مش هنتكلم فيه دلوقتي، لكن عاوزين برضو نتكلم على الجبهة الأردنية، لأن أعتقد كانت من أقوى الجبهات. الجبهة الأردنية طبعا حضرتك يعني طبعا القدس الشرقية تم الاستيلاء عليها وما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، والدعم الأمريكي بالمناسبة كان في جنرال أمريكي في القيادة العسكرية الإسرائيلية، أمريكا أوفدته عند قيام الحرب لمساعدة إسرائيل والقادة الإسرائيليين في التعامل معه. ده غير الجسر الجوي. لولا هذا الجسر الجوي، لولا الجسر الجوي، لكان الوضع في المنطقة الوقت اختلف تماما، بما في ذلك على الجبهة الأردنية. عموما حضرتك يعني دي من أغلى الذكريات بالنسبة لمصر وللشعب المصري وللشعوب العربية جمعاء. وإذا كان في دروس مستفادة من حرب أكتوبر فهي إنه كلما توحد العرب كلما انتصروا، وكلما تفرق العرب كلما خسروا. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، ماذا بقى من هذه الذكرى الغالية على القلب، ذكرى حرب أكتوبر والتضامن العربي في أسمى صوره في حرب أكتوبر؟ الوضع المشهد الإقليمي كله اختلف كلياً الوقت، ومحتاجين كدول عربية ان احنا نعرف احنا عايزين ايه. صحيح. ايه الهدف اللي ممكن تلتف حوله الأمة العربية؟ امس رئيس الحكومة الإسرائيلية ألقى خطاب امام في إطار المناقشة العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأظهر خريطة. الخريطة دي ما كانش فيها فلسطين. فالنهاردة إيه رد الأمة العربية على هذا؟ إيه رد الأمة العربية على هذا؟ أين ذهبت فلسطين؟ صحيح. كل الناس بتتكلم على السلام، لكن هل ممكن يبقى في سلام من غير فلسطين؟ بكل تأكيد لا. يعني حل الدولتين ده سؤال قادة الدول العربية يردوا عليه. يمكن احنا لو هنتكلم حتى عن موقف مصر طبعا وموقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يركز على القضية الفلسطينية، ودائما ما يذكر انها القضية المركزية بالنسبة مش بس لمصر، للعالم العربي في الحقيقة. هرجع مع حضرتك مرة تانية للدعم العربي. ممكن زي ما حضرتك قلت الحقيقة هو مشهد وذكرى ودرس مستفاد، لو رجعنا ليه
مرة تانية أعتقد المنطقة هتختلف بشكل كبير جدا. هرجع لدور السعودي لأن هو كمان دور بارز جدا الحقيقة. عايز أعرف من حضرتك فكرة الحظر البترولي لدول الغرب في هذه الفترة لأي مدى أثر على المجريات الحرب؟ إزاي كان دور داعم؟ لأنه يمكن التفاصيل دلوقتي مش واضحة حتى للجيل الجديد للأسف مع وجود السوشيال ميديا فندم بقت حتى بيبقى فيه معلومات مضللة، بقينا بنشوف مزايدات، بقينا بنشوف الـ 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 الأخبار والذكريات كتير جدا بيدخل فيها أخبار خاطئة. فبما أن حضرتك معانا النهاردة وحضرتك شاهد على هذا العصر، خلينا نعرف من حضرتك تفاصيل هذه المساعدة تحديدا. حضرتك الحظر البترولي الفضل فيه يرجع للراحل الكبير الملك فيصل. الملك فيصل كان من ألد أعداء الصهيونية كشخصية أو كاريزمته يعني كانت، لأنه عاصر في شبابه مأساة نكبة النكبة، وفهم واستوعب كافة القادة العرب باستثناءات قليلة جدا في ذلك الوقت، عرفوا وأدركوا خطر إسرائيل على الأمة العربية. فالملك فيصل لما رأى الدعم الأمريكي والدعم الغربي لإسرائيل ضد القوات المصرية والسورية والوحدات العربية التي شاركت مع الجيشين المصري والسوري في هذه الحرب المجيدة، قال أنه عقوبة لهذه الدول حظر بترولي. وفعلا حضرتك الحظر البترولي أثر على هذه الدول وخلاها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الغربية، أثر بشكل كبير جدا جدا. والاقتصاد الغربي بعد الحظر البترولي لم يعد كما كان قبل الحرب أكتوبر. وارتفاع أسعار البترول، هو كان فيه الحظر البترولي الأول ثم الحظر البترولي الثاني. هنري كيسنجر، وأنا يؤسفني أن في ناس في مصر احتفلت بهذا الرجل واحتفلت أن هو بلغ من عمره 100 عام. هذا الرجل لا ينبغي لأي قومي عربي ولأي وطني مصري أن يحتفل به، لأن هو بالنسبة للحظر البترولي هو له مقولة في ذلك الوقت، قال أنا هجعلهم، بيشير إلى العرب، أن يرجعوا 200 سنة للخلف. إزاي؟ أن أنا الـ 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 أولا أنشأ الوكالة الدولية للطاقة. في حاجة اسمها الوكالة الدولية للطاقة، ودي من بنات أفكاره، ومهمتها الوحيدة هي عدم تكرار الحظر البترولي العربي مرة أخرى. وبتلعب دور طبعا لا يتفق مع مصالح الدول العربية المنتجة للنفط، ده أول شيء. تاني شيء حضرتك، إن هو طبعا الحظر البترولي جعل المواقف الغربية على الأقل ظاهريا أو تكتيكيا، بدل ما تكون داعمة 100% لإسرائيل، يعني تكتيكيا إن هي تحاول إن هي تستمع إلى وجهة النظر العربية، تقدم بعض التنازلات، لكن لم تكن تنازلات على المستوى الاستراتيجي. الدعم استمر لإسرائيل وحتى الآن. فالحظر البترولي حضرتك كان صورة من صور التضامن العربي في حرب أكتوبر. وحرب أكتوبر ممكن نسميها حرب 6 سنوات، يعني 67 إعادة بناء القوات المسلحة، حرب الاستنزاف، حرب أكتوبر، حرب ممكن نسميها حرب 6 سنوات. صحيح، ويمكن الحرب كمان ما انتهتش إلا بتكليل جهود الدبلوماسية المصرية لاستعادة آخر يعني شبر في الأراضي المصرية وهو طابة تحديداً،
بنشكر حضرتك في الحقيقة سعادة السفير، وكل السرد اللي حضرتك قلته ده بيؤكد حاجة واحدة، إن في التضامن قوة، وإن الدول العربية كانت تعي جيدا أهمية ومركزية مصر، لأن مصر بالعرب قوة والعرب بمصر قدرة. بنشكر حضرتك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك.